إضاءات على كلمات. من شعر المؤسس. قال الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله: في أطالما قد زينتها أفعالنا، عسفنا من رقاب الشيوخ أصحاب، في اللغة العسف هو ركوب الصحراء وقطعها، والعسف أيضاً هو التطويع والتذليل، والعسيف هو الأجير المستهان الذي يقاد. وقد وردت في الشعر العربي، فقال ابن ذي الذئبة الثقفي: أطعت النفس في الشهوات حتى أعادتني عسيفاً عند عبدي.